فيها عطاء وهي خير الزاد. أحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. أنت فقير لك لسان، اذهب إلى الغني خذ منه مالا وأعطه للفقير، أنت كالغني. لو جرى المعروف على 80 كفا استلمت حولت، استلمه آخر ذهب إلى المكان أعطاه للفقير، هذه الوسائط. يقول لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. المعطون 3، الله رب العالمين هو المعطي، وصاحب المال هو المعطي، والذي يجري على يديه هذا يعد معطيا أيضا. وهي خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. دار الدنيا دار الأسباب، لكل مسبب سبب ولكل معلول علة، إلى أن ينتهي الأمر إلى مسبب الأسباب إلى علة العلل، وهو ذات الباري جل اسمه وعلى مكانه. إذن العالم عالم السببية. نعم، في عالم الإعجاز المعجزة لا سبب لها ظاهريا. رب العالمين يخلق من الطين كهيئة الطير، هذا الطين يتحول إلى طائر يطير. لا مناسبة بين الطين والطائر. الطائر يخرج من البيض مثلا، لا من الطين، ولكن الله عز وجل مشيئته قاهرة وقادرة. طبعا هنا ملاحظة سريعة، حتى في المعجزة هناك سبب، ولكن السبب سبب غير متعارف. الإرادة الإلهية هي السبب، ولكن عبر لا عبر الأسباب المتعارفة. ولهذا عندما يصل الله عز وجل إلى قصة ذي القرنين، يقال هنالك ملكان حكما الأرض، ملكان عادلان، سليمان النبي وذو القرنين الذي سئل عنه في القرآن، ويسألونك عن ذي القرنين ملك شرق الأرض وغربها. ذو القرنين رب العالمين يعبر عن إنا مكنا له في الأرض، التعبير تعبير فاخر. كيف رب العالمين يمكن لوليه في آخر الزمان وتمتعه؟ البعض يقرأها وتمكنه فيها طويلة. رب العالمين مكن الأرض لسليمان ولذي القرنين، وفي آخر الزمان لإمامنا صلوات الله عليه. الشاهد عندما يصل إلى ذكر ذي القرنين يقول وآتيناه من كل شيء سببا. رب العالمين هيأ له الأمور بتهيئة الأسباب له، ومن الأسباب العلم، التقدم العلمي من أسباب التمكين في الأرض. ولهذا قصته معروفة، بلغ بين السدين، قصة ذلك النحاس المصهور إلى آخره. الشاهد أن العالم هكذا. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام
يصرح بهذه القاعدة تصريحا واضحا، أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. الزارع الكسول لا يحصل على الزرع وإن أجهد نفسه في العبادة، سبب الحصاد هو الزرع، سبب المال هو الكسب إلى آخره. إذن لكل شيء سبب. طبعا إمامنا صلوات الله عليه وهو الصادق المصدق، الرواية في الكافي الشريف في رواية فيها تفصيل يقول: وجعل لكل علما بابا ناطقا، العلم من الأبواب، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الأمور ينتهي إلى العلم، والعلم له ناطق، والناطق بالعلم هي هذه الذوات الطاهرة، النبي وآله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. في ختام الحديث نذكر بعض التطبيقات لعالم الأسباب، وكل هذه الروايات مروية عن أمير المؤمنين في غرره. يا له من كتاب قيم. أمير المؤمنين له عشرات الروايات في بيان الأسباب، بالأسباب في عالم القلوب طبعا، أعني في عالم ما وراء الطبيعة. سبب المحبة السخاء، تريد أن تكون محبوبا كن سخيا. اتفاقا من أسباب الخلاف الزوجي، الزوجة تقول: زوجي خلوق مؤمن صائم مصل يقيم الليل، ولكنه بخيل، بخله سبب الانفصال مثلا. إذن السخاء من موجبات المحبة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين سببا من أسباب الحزن والكمد والقلق والاكتئاب، منها الحسد. الحسود يعيش هما ملازما، وخاصة إذا كان حاسدا لأكثر من شخص. المحسودون كثر، وكل محسود عليه نعمة جديدة. هذا الحاسد يحترق كل يوم عدة مرات، هذا سبب الكمد والحزن. سبب الشحناء كثرة المراء، صلوات الله على إمامنا يبين الأسباب الباطنية. سبب الشحناء كثرة المراء، زوجان يتجادلان صباحا ومساء، أحدهم قال: عندما أفتح حديثا مع زوجتي أول جملة جملتين ندخل في عالم المجادلة، وبعد المجادلة المخاصمة، وبعد المخاصمة الشحناء والحيق. ولهذا المؤمن إذا رأى الأجواء ملتهبة، الأجواء عاصفة مغبرة، ينسحب من المعركة. ما له والجدال والمراء، إنسان أو حتى إنسانة لا تريد أن تفهم، زوجة أو غيرها، وهكذا العكس، زوجة لا ترى زوجا عاقلا، ما لها والدخول في المشاحنات. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: سبب العفة الحياء. المرأة قد تكون فيها غريزة مشتعلة، زوجها لا يطفيها، مقصر في حقها، ولكنها حيية، حياؤها يمنعها من الحرام، بخلاف من لا عفة له. قد يكون لها زوجا عفيفا مؤمنا بارا، قلة حيائها يجرها إلى الحرام أخيرا.
أمير المؤمنين أيضا يبين سبب الفرقة، سبب الفرقة الاختلاف للخلاف. أنا وإياك على خلاف، المثل المعروف لا يفسد في الود قضية. إن كنا مختلفين في التفكير هذا المقدار لا يسبب الاختلاف والفرقة. مثلا ورثة ميت، كل واحد يفسر ما أوصاه أبوهم، هذا الخلاف لا يوجب الاختلاف إلا إذا دخل الهوى في البين. إذن سبب الفرقة الاختلاف، سبب الوقار الحلم، الإنسان الغضوب لا وقار له، وأخيرا سبب المحبة البشر الوجه الطليق. قلنا قبل قليل الكرم من موجبات المحبة، وكذلك المنعم بشر الوجه، هذا لا يكلف كمالا. أن تكون بشاشا لكل أحد، المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، هذه بعض الأسباب التي ذكرها إمامنا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين. اللهم أنلنا شفاعته وارزقنا مشايعته، اللهم أرنا وجهه في يوم لقائك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.